أصل يتعلق بهذه العقبات التي يواجهها إعلامي مسلم أو اقتصادي مسلم أو عالم مسلم. هي عقبات في واقع الناس، عقبات تتعلق بأولئك الذين يعادوننا في أصل ديننا أو يعادوننا في أصل سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لنا أن نكتشف خططهم؟ كيف لنا أن نختبر مقصودهم؟ لا يتأتى هذا إلا بأن نكون أصحاب وعي، أصحاب وعي بالمكائد التي تحيط بنا وتكاد لنا، والمؤامرات التي تسبك وتحبك لنا. كيف يكون لنا هذا إلا إذا صار عندنا وعي وبصيرة في أمرنا كله؟ والدعية إلى الله إذا دعا فإنما يدعو على بصيرة. والله تعالى قال: ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين أنت سبيل المجرمين الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض ولا يريد أبدا أن يصلحوا فيها. هذا المعنى لا تأتى لنا إلا بأن نحقق البصيرة في الدعوة إلى الله وفي واقعنا الذي نعيش فيه، بصيرة في حال الدعاء، في حال المدعوين، في حال وسائل الدعوة، في حال المكائد والعقبات والصعوبات. ولهذا يقولون إن الفتوى حتى تكون مسددة لابد لها من ركنين: ركن يتعلق بفقه النص الشرعي، وركن يتعلق بفقه الواقع الذي وقعت فيه المسألة. فأنت إذا أدركت واقع المسألة ثم أدركت النص الشرعي أمكن أن تنزل هذا النص على هذا الواقع، فيقع بذلك بإذن الله تعالى العلاج الصحيح والشفاء الناجع لهذه المشكلة. أما إذا فشلت في إدراك الواقع إدراكا صحيحا فربما أنزلت آية الشدة في موضع الرحمة، أو أنزلت آية الرحمة في موضع الشدة، لأنك ما فقهت واقعك ولا أدركت ما فيه من تحديات. إذن التفاعل الصحيح مع قضايا الدين والدعوة إنما هو مرهون بفهمك ووعيك وإدراكك لما يسمى بالغزو الفكري مثلا، أو لما يسمى بصفقة القرن مثلا، أو لما يسمى بالممارسة السياسية مثلا. فإذا كنت جاهل بهذه القضايا في الواقع فإنه لا يتسنى لك أن تأتي بآية فتحكم بها على هذه المسائل، أو بحديث فتطبقه على هذا الواقع حتى تكون واعيا مدركا للأول وللثاني. ولا يطلب منك أن تستغرق في الوعي بالواقع وأن تترك الدرس الشرعي، بل عليك أن تجمع بين الأمرين وأن تحقق التوازن بين الميزتين. هذا الذي يقوي سعيك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أنت في الدعوة إلى الله كما تعلم الجاهل تنبه الغافل، أنت في الدعوة إلى الله كما تعلم الجاهل تنبه الغافل. وتنبيه الغافل الذي يكون قد علم ثم وقع منه السهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو من أعظم مراتب الدعوة إلى الله ومن أعظم أصولها وقواعدها ومنطلقاتها. والله تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لبيان قيمته العظيمة ومنزلته الجليلة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما شأنهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا قطب رحى هذا الدين في القيام بهذا الواجب المهم العظيم وهو الأمر بالمعروف. ولا يتركون، إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني لابد أن نقوم بهذا الواجب ولا نقصر فيه، لأنه جهاد الدعوة الدائم، جهاد الدعوة الدائم كما قلنا. والمؤمنون والمؤمنات صفتهم وشأنهم وحالهم أنهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن هذا الباب لا ينبغي لنا أن نقصر فيه، وكثير من أرباب الدعوة يقصرون فيه إما بغلو أو بتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا ينبغي للإنسان أن يفرط ولا أن يفرط، لا ينبغي أن يغلو ولا أن
أن يقصد هذا المعنى يجب أن يكون واضحا ظاهرا. ولهذا مصلحة الدعوة والدعاة في اتباع أوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد يطلب الترجيح، والترجيح يفوض إلى أهله من أهل العلم، لا سيما في القضايا الكبار. فلا يستقل شاب صغير بحسم قضايا التدافع بين المصالح والمفاسد بدون علم ولا حلم ولا فهم ولا صبر ولا ورع، وإنما الميزان بميزان الشريعة الدقيق الذي يحقق مقصود كتاب ربنا وسنة نبينا من تكثير المصالح وجمعها وتقليل المفاسد ودرئها. واضح؟ أخرت عليكم؟ على كل أصبروا، هي محاضرة واحدة. وعند تزاحم هذه المصالح والمفاسد في أمر ما فإنه يطلب ترجيح، ترجيح بين واجبين تعارضا، أو بين مأمور ومنهي عنه تعارضا، أو بين مفسدتين تعارضا، تدفع المفسدة الأعظم بالأقل، ويحصل الواجب الأعظم وإن فات الأقل من الواجبين. وحين نتحدث عن الأمر بالمعروف فنقول إنه رتب، أوله تعريف، أول الأمر بالمعروف تعريف، ثم وعظ لطيف، ثم تذكير وتخويف، ثم يكون زجر وتعنيف. هذه المراحل لا يصلح للإنسان يبدأ بالزجر والتعنيف قبل أن يكون قد استوفى التعريف، لأنك إذا زجرت وعنفت الجاهل كنت مسيئا ومقصرا وآثما لا مثابا. لماذا؟ لأن الجاهل حقه عليك أن يعرف وأن يعرف، وأن الغافل حقه عليك أن ينبه، وهكذا. وربما ارتكب المنكر مستهزئ فهذا حقه أن يوعظ وعظا لطيفا، فإن أبى كان زجرا وتعنيفا. أما اليد فلا تستعمل في الإنكار إلا بشروط ينبغي أن تستوفى، من ذلك حصول شرط القدرة، وأن لا يزول المنكر إلا باليد، وأن لا يزول المنكر بيد فاعله، وأن لا يترتب على إزالته باليد فتنة تربو على مصلحة النهي عنه. أرجو أن يكون الكلام يعني واضحا، ولعلنا نجيب في الأسئلة عن بعض ما يعين لكم في مثل هذه القضايا. وكما بدأنا بالتعليم والدعوة ومررنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإننا ننتهي إلى ذروة سنام الإسلام، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. هذا أصل من أصول الدعاء ومنطلق من منطلقات المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لماذا؟ لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن هذا الذي نتحدث عنه بيعة ماضية في أعناق المؤمنين إلى يوم الدين، لا ينكلون عنه ولا يقصرون فيه ولا تسقط من أيديهم رايته. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. غير أن المعنى للجهاد أوسع وأعم، فهو يشمل كل جهد يبذل في نصرة الدين، كل جهد بلسانك، كل جهد ببنانك، كل جهد بجنانك، كل جهد تفعله بجوارحك وأركانك فهو داخل في الجهاد بالمعنى الأعم. وأما المعنى الأخص فهو جهاد أعداء الملة والدين، وهذا ما ورد ذكره في كتاب ربنا كثيرا، وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم طويلا، وبين أجر الشهيد وما له من فضائل عند الله تعالى. والجهاد في حقيقته ليس عدوانا، وإنما الجهاد في حقيقته إزالة لكل عقبة تحول دون بلوغ الحق إلى الخلق. إنما ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا المعنى الذي قرره بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يخبرون وينبئون عن الغاية التي لأجلها خرجوا هداية للخلق، وإيضاحا للحق، وإظهارا للمحجة، وإقامة للحجة على عباد الله
تبارك وتعالى. إذن الجهاد بالنفس والجهاد بالمال ماض إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، فقد ذكره الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وادعاء أن الجهاد منسوخ بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة ونقص في العقل وسفاهة. لماذا؟ لأننا نرى أعداءنا يعدون عدتهم ويحشدون حشودهم ويجمعون جموعهم لحرب أهل الإسلام في كل مكان وفي كل بقعة في المشرق والمغرب، ولهذا يكون استخذاؤك سفاهة وتركك لهذا الأمر جهالة وتضييعا للدين. إنك لن تحمي هذا الدين إلا بقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم سبحانه وجل في علاه. إذا ينبغي أن نفهم أن هدف الجهاد الأعظم هو هداية الناس للإيمان وإزالة الفتنة عنهم، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا تكون فتنة في الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن لما ذكر الله تعالى ترك الجهاد ذكره مقرونا بالهلكة وبالخسارة، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هو الإلقاء بيد إلى التهلكة؟ هو ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد في سبيل الله، هكذا مصطلح القرآن الكريم. فإن قال قائل: بالمسلمين ضعف وقلة وذلة وتأخر وتراجع، نقول: هذا لا ينسخ الجهاد، وإنما يطلب ويحث المسلمين على الإعداد وعلى الاستعداد وعلى تحصيل القوة وعلى طلب الإعداد العدة حتى يتحقق لهم موعود الله تبارك وتعالى. لا يتحقق موعود الله تعالى بإسقاط الجهاد من مفرداتنا ولا بالغلو في هذا الشأن وإلباس الأعمال التي لا تحل ولا تباح ولا تنضبط بضوابط الشرعية، لا يصلح أن نلبسها لبوس المشروعية. إذن ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لماذا؟ بالجهاد، بالقتال، بإصلاح هذه الأحوال، باتخاذ قوة الردع التي تردع أعداءنا، ثم في النهاية الوعد لنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا وعد الله تعالى غير مكذوب: تنصروا الله ويثبت أقدامكم. هذا المعنى يجب أن يكون حاضراً وأن لا يغيب، وأن نربي أنفسنا وإخواننا وأحبابنا وأسرنا عليه. هذا الذي ذكرناه بجملته يحقق أصلاً عظيماً هو البلاغ المبين، يحقق أصلاً عظيماً هو البلاغ المبين. فالبلاغ المبين من أصول هذه الدعوة الربانية المباركة، والبلاغ المبين به أرسل الله تعالى النبيين وبه أرسل الله تعالى المرسلين. وتأمل قول نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني لم يدع وقتا ولا جهدا إلا بذل وإلا استفرغ فيه الوسع حتى يهدي قومه إلى الله. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر قولي. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكما دعا نوح عليه السلام قومه، دعا ولده قبيل غرقه، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه بمكة ليلا كما دعاهم نهارا، ووعدهم يوم العقبة فجرا قبل الفجر صلوات الله وسلامه عليه، أخذ بيعة الأنصار يوم العقبة خفية ليلا قبل أن يبرق ضوء الفجر الأول. هذا معنى يدلك على أن قلب الداعية موصول بالله، وأن عمله مستمر دائب ليلا ونهارا، لا يعرف فتورا ولا يعرف قصورا ولا يعرف تأخرا، إنه يعمل ليلا ونهارا يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله في القصور كما يدعو إلى الله عز وجل في السجود. تأمل يوسف عليه السلام دعا إلى الله تعالى وهو في السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم لما مثل بين يدي
عزيز مصر دعا أيضا إلى الله تبارك وتعالى، فما ترك الدعوة لا في حال ضيقه ولا في حال سعته، لا في حال يعني رخائه ولا في حال شدته صلوات الله وسلامه عليه. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند وفاة المدعو ويدعو عند وفاة نفسه صلى الله عليه وسلم، يذهب فيلقى الغلام اليهودي فيدعوه إلى الله فيسلم على يديه قبل أن يموت فقل الحمد لله الذي أنجى بي نفسا من النار، وعند وفاته ينصح لأمته ويدعوه فقل الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وينهاهم عن الصلاة إلى القبور ويخبر أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك بقبور أنبيائهم ويقول أما إني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو على كل حال ليلا ونهارا سرا وعلانية بكل طريق، يراسل الملوك ويكتب الكتب ويرسل السرايا ويبعث أصحابه معلمين وهادين، يبعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، يبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، يبعث فلانا إلى قيصر، وهكذا. هذه حياة الداعية إلى الله، حياة كلها حركة، كلها نشاط، كلها بذل، ليس لها ميقات زماني ولا ميقات مكاني، فيدعو في كل مكان ويدعو في كل زمان. هذا الذي يحقق ما يمكن أن نسميه بماذا؟ بالبلاغ المبين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا هذه الألوان من الدعوة إلى الله، أمر أن تكون هذه الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة. بالحكمة، ما هي الحكمة؟ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا المعنى يفتقد أحيانا، فيجعل الإنسان الشدة موضع الرحمة والرحمة موضع الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بعث بالكتاب بعث بالحكمة، وقيل إن الحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة علم نافع للدعاة إلى الله، ومن لم يستعمل الحكمة يضل في دعوته أو يشطط ويزن في طريقته، ومن لم يكن متصفا بصفات الحكماء فإن دعوته قد لا تقبل وقد لا ترضى وقد لا تجد الأثر الذي يريده ويتوخاه ويتمناه كل داعية إلى الله. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كيف تؤتى الحكمة؟ تؤتاها بالعلم، تؤتاها بالتجربة، تؤتاها بالخبرة، تؤتاها بدراسة سير الدعاة إلى الله الذين سبقوه، فتأخذ حكمته وتأخذ تجربته وتأخذ خبرته وتتواصل مع الأجيال التي سبقتك فكانت نبراسا في طريق الدعوة إلى الله. ولا يكون الحكيم حكيما حتى يكون حليما، ولا يكون الحليم حليما حتى يكون رفيقا، فأنت تحتاج إلى حكمة وحلم ورفق وصفح وعفو وصبر حتى تتحقق بالحكمة. وكل أنات في المواطن سدد، ومن يتبين أن للصلح موضعا لابد أن يشعر بأنه لابد أن يقدم أو أن يفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. أحيانا تكون العجلة حكمة، وأحيانا تكون العجلة حماقة. تأمل قول الله وعجلت إليك ربي لترضى، هذه حكمة. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤدب في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدب يعني الأناة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، عليك أن تسارع وأن تسابق، سارعوا وسابقوا، هكذا الأمر الإلهي. ثم إذا أردنا أن ننتقل إلى أصل هو الثاني عشر من هذه الأصول فهو أصل الشمول والتكامل، الدعوة إلى الله الشاملة بخلاف الدعوة إلى الله الجزئية القاصرة. الشاملة المتكاملة تأخذ الدين من أطرافه وتجمعه من أوجهه، فهي بهذا تحيي الدين كله، تجدد الدين بأسره. والله تبارك وتعالى من رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وآله جعل في
فيها التجديد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن، على رأس كل 100 سنة، من يجدد لها أمر دينها أو من يجدد لها دينها. هذا التجديد كما يقع من الفرد في العصر الأول، فإنه يقع من الطائفة في العصر الإيه؟ المتأخر. المجدد الأول هو عمر بن عبد العزيز الذي مات على رأس القرن الأول الهجري، تولى 99 ومات 101 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشافعي على رأس القرن الثاني، وقد توفي 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من هو مجدد القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو الحادي عشر؟ إنهم جماعة، طائفة، فئة. هذه الجماعة وهذه الطائفة هي التي جددت أمر الدين في العلم، جددت أمر الدين في العمل، جددت أمر الدين في الأمر بالمعروف، جددت أمر الدين في الجهاد في سبيل الله، جددت أمر الدين في العلاقات والسياسات، جددت أمر الدين في الأخلاق والآداب. هذا كله من الجوانب التي يشملها تجديد الدين. فالتكامل يحقق هذا المعنى، يحقق معنى تجديد الدين بأسره. الدين دين شامل يشمل مصالح الإنسان في دنياه وفي أخرى، مصالح العباد في المعاش والمعاد. هذا المعنى يجب أن يكون واضحا ظاهرا. دعوته إلى الله كلما كانت أشمل كلما كانت أكمل، كلما كانت أشمل كلما كانت أفضل. هذا المعنى من الأصول التي يجب أن يعتني بها داعية إلى الله تبارك وتعالى. من الشمول أن تعتني بدعوة أمة الإجابة كما تعتني بدعوة أمة الدعوة. من هم أمة الإجابة؟ من يعرف؟ أمة الإجابة أمة الإسلام، وأمة الدعوة كل الناس من غير المسلمين هم أمة دعوة بالنسبة لنا. فنحن ندعو أمة الإجابة وندعو أمة الدعوة على حد سواء، ونشمل في دعوتنا الوسائل المباحة المشروعة بأسرها، ولا نقصر في شيء منها. ثم مع هذا، مع وجود دعوات جزئية ودعوات شاملة، علينا أن نسعى إلى الوحدة والائتلاف، وهذا أصل آخر، أصل الوحدة والائتلاف وجمع الكلمة وتجنب الافتراق والاختلاف. لماذا؟ لأن المسلمين أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هذا المعنى يجب أن يكون حاضرا، فلا نبعض أمتنا ولا نمزق أمتنا ولا نقطع وشائجنا ولا نقطع علاقاتنا بإخواننا وأحبابنا وأصحابنا في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسعى بجد وكد لأن نحقق هذا المعنى، معنى التواصل، معنى الاجتماع، معنى ترك الافتراق والاختلاف. هذا ينبغي أن يكون متحققا، وأن نعرف مراتب الخلاف، وأن نعرف أن الخلاف ينقسم إلى تنوع وتضاد، وأن التنوع يقام عليه معبر والتضاد لا يقام عليه معبر، وأن التضاد منه ما هو سائر ومنه ما هو ليس بسائر، ونعرف أمثلة ذلك. ولا يتأتى هذا كما قلت إلا بالعلم، لكن مع العلم يجب أن يكون هناك تحل بالإنصاف، والإنصاف أن تعرف أدب الخلاف وأن تعرف ما أخذ مخالفك من العلم، فتكون بذلك تعذره ولا تتهمه ولا تقع في نيته ولا تنسبه إلى الجهل ولا تنسبه إلى الهوى ولا تنسبه إلى كذا. يعني مثال سأضربه، اختلف أهل العلم مثلا في قضية وجوب ستر المرأة لوجهها، منهم من قال يجب ومنهم من قال يستحب. فهل من قال يجب نتهمه بالتشدد ومن قال يستحب نتهمه بالتهاون؟ لا، نتهم الأول لا بالتشدد ولا نتهم الثاني بالتهاون، وإنما هذا أخذ بطرف من الأدلة وله فيها وجه وسبقه إليها أئمة، وذاك أخذ بطرف من الأدلة وله فيها وجه وسبقه إلى ذلك أئمة. فهذا من الخلاف الذي نسميه، وإن كان تضاد فهو سائغ من جهة أن الدليل يحتمله، ومن جهة أن بعض أهل العلم قد قال به، ومن جهة أن لنا فيه سلفا. فلا يمكن بحال أن ننسب إماما من الأئمة قال بستر وجه المرأة، أو إماما من الأئمة قال به
كشف وجه المرأة أن ننسب الأول إلى تشدد والثاني إلى تفريط، هكذا. إذا هذا هو معنى الإنصاف، أن تعطي مخالفك حقه، حقه من دليل، حقه من أئمة قالوا بهذا القول أو بغيره. ثم دعوة إلى الله تبارك وتعالى تسعى إلى الشمول والتكامل، هي ساعية بالضرورة إلى العالمية، والعالمية روح هذا الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدعوة إلى الله لا يحدها زمان، لا يحدها مكان، لا تتقيد بإنسان. دعوة إلى الله إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من صفته أنه رحمة للعالمين، وكان من صفة الذكر الذي أنزل عليه أنه ذكر للعالمين، وكان من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول الله إلى الناس أجمعين. هكذا المعنى يجب أن يكون واضحا. فالدعوة إلى الله تلازمك في المشرق والمغرب، تلازمك في بلاد العرب وفي بلاد العجم، تلازمك وأنت منسوب إلى أمة العرب أو منسوب إلى أمة العجم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. فالدعوة الراشدة هي الدعوة التي تتصف بهذه الصفة، فلا يحدها زمان ولا يقيدها مكان ولا تتقيد بإنسان دون إنسان، فهي للناس كافة وللخلق أجمعين في كل زمان وفي كل مكان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، هذا معنى العالمية في الدعوة إلى الله. ولا يعني هذا أن الدعوة إلى الله إذا صارت عالمية أنها تتخلى عن الواقعية، بل هي تسعى وتتحرك في حدود قدرتها وإمكاناتها، لكنها توازن بين قدراتها وطاقاتها وبين حاجة هذا الزمان أو ذاك المكان. فالواقعية في طريق الدعاة إلى الله مسألة مهمة جدا، واقعية في أهدافهم، واقعية في وسائلهم، واقعية في أغراضهم ومقاصدهم حتى يصلوا إلى مرادهم من الدعوة إلى الله. واقعيتهم تعني أنهم يتعاملون في نصرة دين الله بالسنن الجارية لا بالسنن الخارقة. لا تقل والله أنا سأدعو إلى الله وسأفعل وكذا وإنه ستنزل صاعقة على قوم بني فلان الذين لم يقبلوا دعوتي لأنني مؤيد من السماء، هذا ليس من الواقعية وليس من إدراك سنن الله في الخلق. سنن الله في الخلق تجري فينا على هدي المعروف، فلا يصلح أن تختزل هذه السنن في سنة إهلاك الظالمين فقط، وإن هذه السنة لا تأتي إلا في أحوال معينة، لا يمكن أن تستنطرها بمجرد أنك دعوت فلاناً فلم يقبل فأنت تنتظر أن تنزل عليه صاعقة من السماء. قد خلق من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا المعنى يجب أن يكون في ذهنك. الدعوة الواقعية هي دعوة للتسديد والمقاربة، تسأل الله تعالى أن يسددك، فإن لم فلتقارب الهدف، فلتسعى إلى قريب منه، فلتحقق معظم مقصودك وجل مرادك. فهذا من واقعية هذه الدعوة، من الواقعية في الدعوة إلى الله أن تراعي التدرج، وأن تراعي ما يقع في النفس البشرية من ممانعة للتغيير. هذا التدرج سنة من سنن الله تعالى في الخلق، جعله الله تعالى في خلقك أيها الإنسان، جعله في خلق النبات، جعله الله تعالى في كل ما من حولك، جعل التدرج سنة. فإذا أنت مشيت مع سنة التدرج كنت حقيقة جديرا بأن تصل إلى مرادك. أما إن لم تكن كذلك فأنت سوف تعاند السنن، فإذا عاندت السنن كنت كمن قال كما قال القائل كناطح صخرة يوما ليهنها لم يضرها وأوهى قرنه الوعل. أنت يجب أن تنتبه، شيء لا قدرة لك عليه فجاوزه ودعه إلى ما تستطيع، لكن أن تجعل رأسك في أمر غير متاح وأن تترك العمل المتاح فأنت تفقد المتاح وغير المتاح. أعلم أن هذا الكلام يحتاج إلى تمثيل وتدليل وتعليل، لكن الوقت
يعني يدهمني وقد بقي لي أن أتكلم عن إدارة الدعوة كأصل من الأصول. الدعوة إلى الله كما هي علم هي عمل، كما هي عمل هي فن، وهذا يحتاج إلى إدارة، والإدارة علم لو أتقناه لحللنا جميع أزماتنا، بل إن أعظم أزمة في العالم الإسلامي هي أزمة الإدارة. ولهذا ندعو طلبة العلم والدعاة إلى الله أن يتعلموا هذا الفن وأن يتمهروا به، وأدعو القائمين على الدعوة وعلى الدعاء أن يعتنوا بتدريس وتدريب الدعاة إلى الله على فن الإدارة، كيفية إدارة الأزمات، إدارة المشاكل، إدارة الأفراد، إدارة الأهداف، إدارة الموارد البشرية. هذه الإدارة يجب أن نعتني بها وأن نحققها في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله التي ليس فيها تخطيط ليست دعوة ناجحة. الدعوة إلى الله التي ليس فيها نوع من أنواع المحاسبة بعد التنفيذ ليست دعوة ناجحة. الدعوة التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ليست دعوة ناجحة. الدعوة التي تفقد مؤهلات الإدارة تتخبط أحيانا وتضطرب مسيرتها أحيانا. لهذا استطعنا أن ندير مؤسساتنا الدعوية إدارة راشدة رشيدة علمية سديدة، فهذا يكفل النجاح ويستدعي النجاح مثله وهكذا. فإذا صارت مخيماتنا هذه تدار إدارة حسنة، ومساجدنا تدار إدارة حسنة، ومراكزنا الدعوية تدار إدارة حسنة، وجماعاتنا الكبرى تدار إدارة حسنة، وكل ما بأيدينا من أعمال الدعوة إلى الله نعتني فيه بالإدارة، نحقق فيه معنى الإدارة، نحقق فيه مطالب وشروط الإدارة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب الإحصاء في السنة النبوية، واستعمل أسلوب التخطيط، واستعمل أساليب متعددة في التنفيذ. لو أن الإنسان انتبه إليها واعتنى بها لرأى أن للإدارة في الدعوة أثرا عظيما، والتدريب العملي على الدعوة داخل في أمر الإدارة. كان الصحابة يتدربون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون يتدربون بحضرة الصحابة، وكان تابع التابعين يتدربون بحضرة التابعين فيقومونه ويوجهونه ويسددونه ويصححون لهم ويصوبونهم ويخطئونهم ويثيبونهم ويعاقبونهم حتى تستقيم طريقته وتسلم منهجيته. هذا المعنى يجب أن يكون حاضراً فينا أيضاً. كما نعتني بالعلم نعتني بالتدريب، كما نعتني بالتدريب نعتني بالعمل، كما نعتني بالعمل نعتني بالحساب على العمل والثواب والعقاب. كل هذا مما يدعم نظرية وطريقة التطوير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أخيراً، الدعوة إلى الله تواجه أولويات متعارضة، ورعاية الأولويات أصل من الأصول المهمة. تأمل، يسألونك عن الشهر الحرامي قتال فيه، وقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذه كلها موازين، هذه كلها موازين في إدارة الأولويات، في إدارة الأولويات. تأمل، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هذه ترتيب للأولويات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك، حديث عهد بكفر، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، ولا وذكر أمورا لعائشة رضي الله تعالى عنها. هنا أولويات راعاها رسول الله، وامتنع عليه الصلاة والسلام من قتل المنافقين. لماذا؟ لئلا يتحدث الناس أن محمدا تقتل أصحابه. إذا كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإحنا انتهينا عن سب آلهة المشركين في زمن واضح معين، لأنه يترتب على هذا سب الله تعالى، ومفسدة سب الله أعظم وأرجح من مصلحة سب آلهة
المشركين. إذن الأولويات تتفاوت من حيث زمانها، من حيث مكانها، من حيث قدرها وحجمها، ويجب على الداعية إلى الله أن يرعى هذا التنوع. إذن نحن لدينا أولويات، ما هي أولى أولويات الدعوة؟ إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما هي الأولوية الثانية؟ الرد إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أمر رسول الله وأصحابه وخير القرون، وهي القرون الثلاثة المفضلة. فهذه أولوية أولى وهذه أولوية ثانية، الرد إلى الأمر الأول، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك أولوية الانتماء إلى هذه الأمة قبل الانتماء إلى طائفة فيها أو إلى جماعة منها، فيجب أن تقدم أولوية الانتماء إلى الأمة على أولوية الانتماء الخاص. وهكذا أولوية في حال السعة والاختيار تختلف عن أولوية في حال الضيق والضرورة والاقتهار. هذا المعنى يجب أن نتدبره وأن نتأمله وأن نفقهه وأن نعتني بأولوية التأصيل العلمي، التأصيل العلمي مع التجديد والمعاصرة، فنجمع بين الأمرين ولا نخل بأحدهما، وإنما نكون أصحاب ميزان دقيق في هذه الأولويات. مع ما ذكرنا قبل قليل من أولوية التدرج والمرحلية، نحن لا نقول بمرحلية الأحكام الشرعية، لكن نقول إن التدرج في إنفاذها بحسب القدرة والطاقة والوسع، هذا ما يدخل تحت إمكاننا وتحت مقدورنا، ولا يصلح أن نعرض. وإننا كما قال عمر بن عبد العزيز وهو يقول هذا في القرن الأول وهو مجدد القرن الأول، ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ يقول: وقد عاتبه ابنه عبد الملك في ماذا؟ في أنه لا ينفذ الأمور، يقول: يا أبت ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي إن غلت بي وبك القدور. إذا كان هذا في ذات الله تعالى، قال: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد كبر عليه الصغير وفني عليه الكبير، وشب عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر إليه الأعرابي، وإن يخشى إن حملت الناس على الحق جملة أن يدعوه جملة. إذن هذا فقه أمير المؤمنين الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، وهو في عصر الصحابة والتابعين، توفي سنة 101 ولا يزال في الصحابة أحياء رضي الله تعالى عنه، ويقول هذا في زمن بني أمية في زمن دولة الصحابة والتابعين، ومع هذا يقول: إني لا أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله. فما بالك في القرن الخامس عشر بعد 15 أو 14 قرنا من الزمان، ماذا يقول الداعية إلى الله؟ عليه أن يقول بقول عمر وزيادة. فهذه أولوية يجب رعايتها والنظر إليها والتأمل فيها. فعلى الداعية أن لا يعجل وأن يصبر. والله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، فكان هذا توجيه لنا. حتى الجهاد وما كلف الله تعالى به من أحكام ما شرع دفعة واحدة ولا جملة واحدة، وإنما جاء الأمر بالجهاد متدرجا آية بعد آية، حتى جاء قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن من هنا يجب أن نفهم وأن نعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنطلق من أصول واضحة ثابتة، وأن هذه الأصول يجب أن نعملها. وإن كثيرا من إخواننا يسألوننا: ماذا نعمل؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ ما الذي يجب علينا حيال الواقع الذي نعيش فيه؟ ونحن نقول: لا جديد. الواجب علينا حيال هذا الواقع ما ذكرناه: عناية بالربانية، اهتمام بشأن العقيدة، إصلاح للإخلاص، اهتمام بالاتباع، بناء الاتباع على العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التربية والتزكية، الجهاد في سبيل الله. كل ما ذكرنا هو مما يجب أن نعمل وأن نحافظ عليه وأن نثبت عليه وأن نواصل الحديث فيه وأن نواصل التأمل فيه، تارة نعالجه من طريق الدعوة، وتارة نعالجه من طريق الفقه، وتارة نعالجه من طريق العقيدة، وتارة نعالجه من طريق السياسة، وتارة نعالجه من طريق الاقتصاد والاجتماع، وتارة
حتى يحقق الله تعالى مقصوده وموعوده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. قد بقي وقت يعني دقائق للإجابة عن أسئلتكم. بارك الله تعالى فيكم ونفعنا.